مساء النور، مساء الفل. لا. محمد السريري صح؟ ايوه محمد السريري، لي نمه عليك. مين معي؟ معك ريما تمام، أصول إماراتية بس الحين موجودة في المغرب. والنعم، ارحبي ترحيب المطر. الله يسعدك على زدتي يا والله غالي، يسعدك انت الله كذلك، يسعدك يا غالي، نورتي يا الله بعد قلب. يسعدك يا غالي، امين. هلا بك شو اسمك يا غالية؟ ريما. شيماء. انت من الامارات؟ أيوة أنا أصول إماراتية بس عندي عروض مغربية الآن. والله نورتي المغرب ومرحبا بك في المغرب. اذا ما هزك هذا الكتف يهزك الكتف الاخر. يا ده في عينك يا جوزي، بعيوني. هلا بك، انت هلا بك. انت في اي اين موجوده في المغرب؟ أنا في كذا بنكة الحين. كازا. مرحبا واهلا بك. وكم عمرك؟ عمر 28 سنة. 28 سنه. العمر كله. الله يسعدك، الله يطول بعمرك. اللهم امين. طيب طيب الله يسعدك. امين. لمن بدك تسوي التست؟ اسمي سفيان. سفيان. من وين هو؟ من كازابلانكا. الو شيماء. الو. ايوه الحين اسمعك. هو من وين شيماء؟ الو. الشبكة تهرب. هو من وين؟ أنا أسمعك. هو من وين؟ هو من تونات. من تونات. تونات. أيوة أيوة. وكم عمره؟ 30 سنة. كم؟ 30. 20. لا 30. 29. لا 30. اثنان. 30 30 30. 30 30. أيوة. أنت وياه كم مع بعض؟ نعرف بعضنا من 3 شهور بس العلاقة صارت لها شهر. تعرفيه 3 شهور وشهر دخلتوا مع بعض. ايوه وانا الحين بالمغرب عشان اتعرف عليه واروح لعائله بعد 3 ايام ان شاء الله. شو قلتي؟ اقول لك انا هنا بالمغرب عشان اسمعي اتعرف لحظة عليه. لحظة شيماء، ايوه لحظة. اهو تشطاشة في 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 الميكرو تبع هاتفك، فيه ابعديه شوية على فمك. طيب الحين تمام؟ أيوة تمام. كملي. تمام اوكي. 3 شهور تمام، اسوي علاقة صار لها شهر. أيوة. وشو راح يصير بعد 3 أيام؟ انا بعد 3 ايام بروح زيارة لها واهلها. أنت بتروحي عنده التونات. ايوه أيوة كملي. أنت راح تخطبيه. أيه ما يخالف، اديني الرقم بتاعه. شو؟ قولي شغلة. هو احتمال يعرفك لأنه هو داعم كبير بالتيك توك. هو داعم كبير بالتيك توك. بلاتي هذا الاسم أنا. سفيان إيش؟ صافي ماشي هو اللي في بالي، حيت هذاك اصلا كيبان شيباني كبير. احسن ما تقول سفيان المغربي. اوكي اسمعي اديني الرقم شوفها. الامارات قطر يتصلون عليه كثير بدهم يسووا مرحبا والنعم، بدي اسوي لكم التيست الكل. اديني الرقم بتاعه. صفر. ايوه ايوه انا هو يعرفني كذا، انت لازم انه يعرفك انت، اما انا ما يخالف يعرفني ولا لا. فهمتي؟ تمام يا بعدي تمام يا بعد قلبي. انا راه في كازا، انا قريب عليه هو. تمام تفهمي؟ تسمعي ولا ما تسمعي يا شيماء؟ يا عيوني جميل سكتي انه اجب. الو السلام عليكم. مساء النور سي سفيان هذا. اهلا وسهلا تحياتي لك. كي داير لاباس عليك؟ بخير مرحبا. الله يطول لنا عمركم. كي داير العائله والاحوال ديالكم؟ كلشي لاباس؟ كلشي بخير الله يرحم الوالدين. الله يبارك فيك. ما في خناك من عسل سي سفيان؟ اخويا. اه لا اخويا لا باقي فايق.
معايا سفيان من مدينة تاونات، 36 سنة. هذه المعلومات صحيحة؟ شحال سفيان من مدينة تاونات، 36 سنة. شحال العمر؟ 30 30 السن ديالك 30 سنة ولا لا ولا غلط؟ وعلاش كتقول لي شحال شحال؟ ما كنت متأكد واش حتى قلت لي 30 انا صحابني سمعت 60. لا الله عاودي 60 وكتضرب هذا الشيء هذا كل 60 يقول ماشي مشكل. ياك سفيان من تاونات، 36 سنة. تحياتي لك السي سفيان ومرحبا واهلا بك. قبل ما نقدم لك راسي عندي لك واحد السؤال، واش كتصنت شويه الراديو ولا لا؟ كنتفرج شويه الراديو. جميل جدا. دونك نقدم لك راسي، معاك مصطفى بورغندوس مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. انت حاليا معنا على المباشر في الراديو على اثير يو ناو موجه 96.04. فايتك سامع بعض البرنامج؟ عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ فايت لي سماع الراديو من برامج بحال شمن اذاعه قلتي لي؟ دابا الى حداك الراديو غدير موجه 96.04 وغادي يطلع لك الصوت ديالك على المباشر. برنامج خطوه قبل الزواج. ندخلوا معك في الموضوع. استثنى بك السي سفيان. اوكي، جانا اتصال من عند واحد الانسه كذلك من مدينه تاونات، هي اللي زودتنا بالرقم ديالك وهذه المعلومات باش نتصلوا بك. قالت لنا السي سفيان باللي انت وياها كتجمعكم علاقه حب وبغات دير لك واحد السيربريز، وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك بغات تبوح لك بها من خلال. ما كنعرف حتى وحده من هذه المدينه اخويا. ما يمكنش. ما كنعرف حتى وحده من هذه المدينه. متاكد؟ متاكد. وراه هي شي اللي قالت. لا لا كتكذب هذه. ما كنعرف حتى وحده من هذه المدينه اخويا. وعندك شي بنت في حياتك ولا سيليباتير؟ عندي. دونك راه هي اللي متصله بينا، شنو السميه ديالها؟ ماشي من تاونات هذه. واخا هاد البنت انت وياها في علاقه منين؟ منين هي اصلا؟ هي منين؟ شنو مدينه؟ دابا حاليا؟ كازا. وشنو الاسم ديالها وما تذكرش الكنيه؟ شيماء. ولك الو؟ خليك معايا. اش تقطع عليها الخط؟ بلاش نتصلوا بها. بلاش تسمعني ولا ما تسمعنيش؟ تسمعني ولا ما تسمعني؟ انا كنسمعك. اعطيني دقيقة من فضلك. تسمعني كويس؟ انا كنشوفك دابا في اللايف. ولك الو؟ الو صيماء. كيفك؟ عندك عنده الزهر وعندك الزهر. هو قال اسمك. شو 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 قلتي؟ العيد. سفيان تكلم معها. ها هي كتسمعك، تكلم. لا لا بلا تصوير. سمعتي يا شيماء؟ بدك تقيل تقولين لا شيء؟ لا أقول لك لا. شو الله العربية كنت حابة أعرف شيء خلاص الكلام واضح. كلام واضح. يلا الله يخليكم لبعض. وإذا سويت عرس أو شيء أو خطوبة عرضوا علي عشان أحضر. يلا مع السلامة. تحس نسيتكم.